في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 1975 أعلن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم المسيرة الخضراء. هي ذكرى بصمت تاريخ المغرب الحديث وتركت دلالات عميقة تؤرخ لصفحات مشرقة من نضال ملك وشعب من أجل وحدة البلاد. فبعد صدور حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي كرس شرعية مطلب المغرب لاسترجاع أراضيه المغتصبة، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه في خطاب موجه إلى الأمة عن تنظيم المسيرة الخضراء، مسيرة شارك فيها 350 ألف متطوع ومتطوعة من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. يبقى شبير عزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شبير عزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيف غتكون هذه المسيرة؟ هذه المسيرة غادي يشاركوا فيها 350 ألف نتاع السكان. شعبي العزيز، عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنو هي 350 ألف ديال السكان، 10% منها ديال النساء. مسيرة أظهرت مدى التلاحم الذي جسدته عبقرية ملك مجاهد وشهامة شعب متشبت بمغربية الصحراء وبالعرش العلوي المجيد، حيث صارعوا لتلبية نداء جلالة المغفور له الحسن الثاني لاستكمال الوحدة الترابية للبلاد، لتظل بذلك منارة تضيء درب المغرب في اتجاه صيانة وحدته الترابية.